فندم احنا هنا برضو 92,000 ساكن في الارض ألف وده الجيل الخامس من الاستعداد، حتى لو وصل الجيل الرابع في مستوى العالم. ده طبعا الجزء اللي في النص اللي موجود ده نفس فكره الصاله المغطاه اللي هي سكاي بوكسز او اللاكشر بوكسز او البوكسات، ودي بتساعد في تنميه موارد الاستادات الكبيره اللي موجوده، زائد منطقه طبعا مطاعم. مراعاه في الاستاد في تصميم الاستادات العالميه اللي هي ايفاكيويشن سيستم في حاله تكدسات واداره الحشود الخارجيه او الداخل. الاستاد كمان بره في 21,000 سياره باركنج سيارات ليه، مراعاه كل التكنولوجي الحديثه والسماركس في تصميم الاستاد اللي موجود. الارض طبعا يعني زي ما عملنا استاد القاهره، بس هنا من البدايه موجود اللي هو الهايبر. الهايبر موجود خليط ما بين الاستاد الطبيعي، النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي، وده بيستحمل ديربل مسافه اكبر من اللعب وصيانته اقل. فندم المنتخب بيستعد لكاس الامم الافريقيه، هو معسكر، ومعسكر طبعا في مدينه مصر الاولمبيه، وبعده يوم 10 هيكون المنتخب الاولمبي استعداد للاولمبياد باريس لمده 5 ايام برضه في المدينه، وساكنين في فندق المدينه داخل المدينه. هم هيخلصوا هيطلعوا بطياره خاصه على طول بعد يوم 9 على كوت ديفوار. على كوت ديفوار كاس الامم الافريقيه هيخلصوا من هنا، عندهم يوم الاحد في استاد القاهره ماتش تنزانيا ودي يعني.